بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، يعني وتوكيل سرائرهم إلى الله تعالى. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. يبقى سرائرهم خليها مرفوعة أجمل، تبقى أجمل. مبتدأ، سرائرهم مبتدأ. طب وخبرها ايه؟ موكول الى الله تعالى. خبرها محذوف تقديره موكول الى الله تعالى. شفت الاعراب جميل ازاي؟ فرع المعنى. الاعراب ايه؟ فرع المعنى. طالما انت فاهم تعرف، تعرف زي ما انت عايز. تعرف الحال فين؟ وتعرف ايه؟ المفعول به فين؟ وتعرف الفاعل فين؟ لان الفاعل هو الذي قام بالفعل، والمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. واخد بالك؟ والحال هو حال الفاعل وقت ايه؟ اجراء الفعل. واخد بالك؟ واحيانا تاتي صفه الفاعل وقت اجراء الفعل، فتعرف فين الصفه وفين الحال. فهي كلها فروع المعنى. طول ما انت بتفهم تعرف تعرب، طول ما انت مش فاهم تعرفش تعرب. فهمت بقى؟ ناوي تفهم؟ طيب يا رب ان شاء الله ناويين نفهم. ففهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لو فهموا الباب ده الوهابية ما كانوش كفروا المسلمين. لو فهموا الباب ده فرق الإسلام السياسي كالدواعش والإخوان وغيره ما كانوش كفروا الحكام ولا الشرطة ولا الجيش ولا المسلمين، لأنهم بيصلوا ويقولوا أشهد أن محمد رسول الله. فازاي تكفره وتقول انا اقتله؟ اصل ده كافر، اصل ده طاغوت. لو فهموا الباب ده ما كانتش حصلت بلاوي كتيره، ما كانش الخوارج تقتل الصحابه ايام سيدنا علي. فهمت؟ لو فهموا الباب ده، ده باب مهم جدا من هذه الابواب. وبعدين يدعوا ان هم ايه؟ قروا رياض الصالحين، ولا قروا ولا فهموا، لانهم قرأوا بنفسهم ولم يقرأوا مع المشايخ، وبالتالي لم يوقفوا ويضبطوا عقولهم في الفهم. فكان بيقرا بالهوى السابق اللي هو استقى من كتب سيد قطب قبل كده، اللي هو كفر اصلا المجتمعات. فبيبقى عنده هوى سابق، وبعد كده يقرا تلاقي بيقرا ومش فاهم الكلام اللي هنا، انه بيناقض ما استقر في روعه من كتب الاخوان كسيد قطب وغيره وغيره، كتب الوهابيه اللي بتكفر المسلمين عشان بيزوروا ايه الاولياء والصالحين في 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 القبور بتاعتهم، يسموهم عباد القبور. ازاي مسلم يعبد قبر يعني؟ إذا كنا ما عبدناش النبي هنعبد الولي؟ حاجة غريبة. فبيتهم الناس بالباطل. فدي أبواب مهمة جدا ينبني عليها إزالة فساد عريض أدى إلى إراقة دماء المسلمين من أيام سيدنا علي بن أبي طالب لحد دلوقتي. مسلمين بيقتلوا مسلمين عشان مش فاهمين. فهمت؟ قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وورش يقراها بتفخيم اللام، يقول لك ايه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الصلاة يفخم اللام، ده ورش. ومصريين ساعات بيأذنوا بطريقة ورش، يقول لك ايه؟ حي على الصلاة. تسمع كده بعد المؤذنين، يقوم يجي الواد الوهابي اللي مش عارف قراءات يقول ايه؟ غلط، الصلاة. لا تقول له صح، على قراءة ورش صح مش غلط. فهمت بقى؟ يبقى اللي ايه من جهله بينكر ما يجهله، ويظن ان كل ما يعلمه هو كل العلم، وهو ما يعرفش الا فتفوته من العلم. فهمت؟ فتاخد بالك، التسرع في تخطيء الناس خطأ.
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفيه ستة أحاديث، هنقرأ لكم ثلاث أحاديث بس شفقة عليكم، مش هنزق لكم نقطة تعبكم النهاردة، لكن دي انت ايه خليها تعملها مع نفسك بالتدريج كده وتمرن نفسك عليه. انا عملتها مع نفسي كتير جدا، بقت عادة عندي، بعملها مع نفسي من ايام ثانوي، ايام ما كنا بنطلع ايه الجري ده 24 كيلو، كنا نعملها كل شهرين، واخد بقى كل شهرين الطلبة، واحنا كنا في تانية ثانوي وتالتة ثانوي واولى جامعة، كنا غاويين الحكاية دي. ليه بقى؟ علشان تعلمنا الصبر، يعني كنا بنعملها تعليما للصبر. ولحد دلوقتي الحمد لله، انا لحد دلوقتي الفترة دي انا ما لعبتش رياضة من ساعة ما دخلت كلية الطب خالص، لكن ايه على الثلاث سنين دول اللي لعبتهم بس، اولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، عايش لحد دلوقتي عندي طاقة بدنية كويسة. فهمت بقى ازاي؟ فهي الفكرة ايه، انك انت لما تحاول انك بتفيدك حتى في قراءة القرآن، نفسك تقدر تجيب الآية وتمد وتعمل، واخد بقى ما تتعبش من القراية، وتلاقي نفسك بتقرأ كأنك بتتكلم، وبتتكلم بهدوء مش بتكلم بصعوبة. ففي ناس تقعد ايه يمسك اول ما يشوف الميكروفون يصرخ يا ايها الناس، كأنه بيحارب. ايه ده؟ مش بتشوفوا انتوا ناس خطباء جمعة بيعملوا كده ويدبدب على المنبر كأن القيامة قامت؟ ايه ده؟ وبعدين ينزل من خطبة الجمعة بقى تعبان، قاعدين بيهوى عليه مرهق لأنه أرهق نفسه. لا غلط، اتعود انك انت تخطب الناس كأنك بتتكلم، تقوم ما تتعبش. والمدرس يتعود انه ساعات في مدرسين بيدي خمس حصص في اليوم، فلو هيتكلم بقى وينبح صوته مش هيقدر يكمل، هينتحر بدري بدري او يموت بدري بدري ويستريح. لكن لازم يتعود انه هو يشرح ويتكلم بهدوء كأنه بيتكلم عادي كده، يوم ساعتها يؤدي مهنته بهدوء ويروح بيته كمان عنده طاقة يعرف يكلم مراته ويستحملها بدل ما يتخانق معاها ويطلقها تاني يوم، لانه وصل لها اصلا ما فيهوش نفس، وبعدين هي كمان لسه بتشتكي له، فيعمل ايه؟ لا، لازم بقى الواحد يتعود ان هو يؤدي وظائفه بطريقه لا ترهقه ارهاق زائد. فهمت؟ عشان يبقى عنده بقيه صبر في المواقف اللي بتطرق عليه اثناء عمله او بعد عمله. كل ده هتتعلمه منين؟ من التصوف. فهمت ازاي؟ اللي هو ايه، مخالفه النفس وترويض النفس وتطوعها لعمل المشاق بس بطريقة هادئة. فهمت؟ والصحابة كانوا كده، والنبي خد الصحابة ربهم بالتدريج كده، جوعهم أحيانا وشبعهم أحيانا وأرهقهم أحيانا، كان ساعات يسافر بيهم يوم، يسافر بيهم يومين ما يناموش ما يقعدش علشان يعلمهم الصبر، وبعدين فجأة ينزلهم يسيبوا ست ساعات يستريحوا وبعدين يقوموا يسافروا تاني. يعني رباهم بهذا كله صلى الله عليه وسلم، علشان كده بعد كده بقوا رجالة، الواحد منهم كان جيش. فهمت؟ لأن تربوا تربية على يد بقى مين؟ أفضل مربي عرفته الأرض. فهمت إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. عشان تعرف قد إيه اللي أجرم في حق المسلمين بقتل المسلمين. شفت؟ وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصل المقداد بن الأسود ده كان إيه؟ أولا كان طويل وأسمر، وكان إيه شكله مصارع كده، يعني كان مقاتل مش سهل يعني، واخد بالك، عاش عمره كله كان مقاتلا وكان قويا. فإيه؟ فبيسأل النبي السؤال ده لأنه هيواجهه في القتال، فبيقول له: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة
فقال أسلمت لله. أقتله يا رسول الله بعد ما قطع إيدي؟ شفت بقى هو موقف حاسس إن هو ممكن يواجهه، فعايز يسأل النبي أعمل إيه في الموقف ده. واحد بيقتله كافر، فراح قطع له دراعه، وبعد كده راح استخبى ورا شجرة، فهو تمكن منه فقال له أسلمت لله. طب أقتله بقى علشان قطع لي دراعي؟ ولا يمكن بيقولها متعوذ خايف علشان أروح رافع السيف يروح هو لافف وجاي قتلني، ما هو لسه قطع لي دراعي. فهمت بقى ازاي؟ فهو بيسأل النبي أعمل إيه في حاجة زي دي؟ فهمت؟ أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني بنزف ومتألم ومتغاظ عايز أخد طاري. فهمت؟ فقال لا تقتله تاني مرة، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني دمه صار حراما زي حالتك أنت كمسلم قبل ما تقتله، فالمسلم دمه حرام، وإنك لو فعلت ذلك بقتلته بعد ما صار دمه حرام بمنزلته قبل أن يقول كلمته، لأنه استحل دمك في حال كفره، فأنت إذا استحللت دمه في حال إسلامه كاستحلاله هو دمك في حال إسلامه. شفت بقى النبي بيّنها له إزاي؟ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لوراثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. نقرأ الشرح. باب إجراء أحكام الناس على ظواهرهم وسرائرهم. سرائرهم بالرفع، مبتدأ خبره مقدر، تقديره موكولة أو مفوضة إلى الله تعالى. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدعوهم، لا تعرضوا لهم بشيء من القتل والحصر، يعني الأسر يعني. وإطلاق الآية شامل لمن كان كذلك حقيقة أو ظاهرا لا باطنا. قال السيوطي في الإكليل لم يكتفي في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة بعد استتابته واستمر على تركها، وقتال مانع الزكاة كما فعل سيدنا أبي بكر، واستدل به من قال بتكفيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بالبناء لغير الفاعل، حذف فاعله تفخيما له وتعظيما، والمفهوم منه أن الله أمرني، هو الذي أمر، كما يفهم من قول الصحابي أمرنا، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدل إليه تعويلا على شهادة العقل أنه تعالى هو الآمر، لا يحتاج إلى تصريح باسمه، ولا يذهب الوهم إلى غيره، إذ لا أحد يأمره سوى الله تعالى، أي أمرني الله أن أقاتل الناس، أي أن أقاتلهم، لأن الأمر يتعدى إلى ثاني مفعولي بحرف النداء وحذفه كثير شائع. قال والمراد بالناس هنا عبدة الأوثان لا أهل الكتاب لسقوط القتال عنهم بقبول الجزية. قال الدلجي في شرح الأربعين ويحتمل أن يكون قبولها منهم كان بعد هذا الأمر المتناول لقتالهم أيضا. وقاتل الناس يعني إيه؟ الكفار الذين منعوني نشر دعوة ربي وعادوني فقاتلوني في إيه؟ في بدر وفي أحد وفي الخندق، وجمعوا علي الناس ليقتلوني، يعني معتدين، يبقى أمرت أن أقاتل الناس المعتدين. فهمت بقى؟ مش الناس إيه؟ المسالمين، لأن لو سالموا النبي وتركوه ما قتلهم، حتى لو عكفوا على إيه أصنامهم ما كانش قتلهم أبدا، لا ده ضيقوا عليه وأرادوا قتله ثم اضطروه للهجرة
ثم لم يتركوه بعدما هاجر في مكانه، بل ذهبوا إليه إلى بدر ليقتلوه، وذهبوا إلى أحد ليقتلوه. أحد وبدر دي في مكة ولا في المدينة؟ طب إيه اللي طلعكم من مكة ورايحين تقتلوه؟ ما هو سابكم. يبقى دول مجرمين. وجمعوا عليه قبائل العرب، وجعلوا جعلوا الجوائز الكبيرة لمن يقتل هذا النبي، أو لمن يسمه، أو لمن يسحره، أو حتى لمن يحسده حتى يقتلوا بالحسن. يعني عملوا كل ده عشان كده النبي أمر بقتال هؤلاء. يبقى مش الناس كلهم على وجه الأرض جميعا، لا، يقصد بالناس هنا أي مشركي العرب، فهمت؟ مش الناس جميعا. ويوافقهم كل معتدي بعد ذلك. والذي يأمر بقتال هو الأمير المسلمين، وليس كل واحد جميع الاثنين ثلاثة تحت السلم وعامل نفسه أمير يقوم يقول لهم قوموا قتلوا، ما ينفعش. لازم ولي أمر المسلمين هو الذي يحدد متى يقاتل ومن يقاتل ولما يقاتل. مش كل مجموعة تقعد حوالين واحد كده ويبيعوه ويبقى هو ده الأمير يقول لهم اقتلوا أنفسكم أو قاتلوا هؤلاء، ما ينفعش. ده تهريج، ده تهريج يا أستاذ، فهمت؟ كل ده احنا شفناه وعشناه. كانوا يقعدوا في أوضة ضلمة ويبايعوا واحد فيهم مبايعة، أنا شفتها وأنا طالب، وشفتها بعد ما اتخرجت. شفنا البلاوي دي كلها، ونقول لهم يا جماعة إيه اللي بتعملوه ده؟ إيه العكة اللي بتعملوه ده؟ وبعد كده اتقبض عليهم في رابعة. شفناهم هم طلبة عملوا كده، وبعدين شفناهم لما كبروا وشابوا واتقبض عليهم واترموا في السجون. وحذرناهم هم طلبة، ليه بتعملوا كده؟ فاهم؟ حتى يشهدوا، أي أنه لا إله، أي لا مستغن بذاته عما سواه ومفتقر إليه كل ما عدا موجود إلا الله، ويشهدوا أن محمد رسول الله. وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله اكتفاء بها عن أختها مع إرادتها كما في سرابيل. يعني ساعات في روايات حتى يقولوا لا إله إلا الله ما يقولش محمد رسول الله، على سبيل الاكتفاء بس من باب الحذف للعلم به، فهمت ازاي؟ وليس معناه ان يكفي يقول لا اله الا الله بس، لا، لانه لو قال اشهد ان لا اله الا الله 1000 مرة وما قالش للنبي الشهادة برضه من اهل النار، لان لابد الايمان بالله والانبياء والملائكة، مش كده برضه؟ واليوم الاخر والقضاء والقدر، فلابد الايمان ده يبقى كله مع بعض. فما ينفعش يقول لك ده ما قال لا اله الا الله خلاص. لا، مش خلاص يا سيدي، لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يكون مؤمن بالله ورسله، ومن خلال رسول الله الملائكة اللي هم فيهم الوحي اللي نقلوا الوحي. وعشان كده لازم يؤمن بالملائكة كمان، لأنه لو أنكر الملائكة أنكر الرسالة والوحي، فهمت؟ وبعدين يؤمن كمان باليوم الآخر إن في يوم أيام أو يوم بعث ونشور، ويؤمن كمان بالقضاء والقدر، فهمت؟ يبقى هنا الروايات اللي قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وسكت ليس على سبيل الكفاية، ولكن على سبيل الاكتفاء فقط اختصارا للعلم بالمحذوف، فهمت يا أستاذ؟ لأن بيطلع لنا الوقت ناس يقول لك مش كفاية مؤمنين بالله وخلاص سيبهم يا أخي، بس دول كفار بالأنبياء، ما ينفعش، فهمت؟ يبقى برضو ما زالوا كفار، فهمت؟ لان دلوقتي برضو دعاوى علمانيه بتطلع كده يقول لك خلاص انا مؤمن بالله وان في يوم قيامه يبقى خلاص ناجي. لا، مش ناجي الا حتى يؤمن بجميع الانبياء، ده لو كفر بنبي واحد كانه كفر بالكل، فهمت؟ زي ما ربنا قال سرابيل تقيكم الحر وما قالش البرد، يعني والبرد، يبقى اكتفاء، ولكن ليس على سبيل الحذف للاختصار والعلم بالمحذوف. زي يقول لك لله وله ما سكن في الارض، وله ما سكن في الليل والنهار. طب وما تحرك مش ليه؟ هو الساكن بس هو لربنا والباقي المتحرك؟ لا، يبقى له ما سكن وتحرك، فهمت يا استاذ؟ او سكن بمعنى اقام، سواء كان ساكن في الحركة أو متحرك، يعني سكن معنى أقامة. يبقى كل المقيم في السماء أو في السماء والأرض لله ملكا، فاهم؟ يبقى تاخد بالك، لأن ده هيفهمك حاجات كتيرة بتغيب على بعض الجهلة، فهمت؟
حتى يؤمنوا بأنه تعالى واحد لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلماء قالوا لو اكتفى بالشهادة الثانية نجا، لو قال أشهد أن محمد رسول الله فاعترف بالله وبالرسالة في شهادة واحدة. شفت قد إيه بقى؟ بعض العلماء قال لك كده، قال لك يعني أشهد أن لا إله إلا الله دي النصف الأول من الشهادة لا تكفي وحدها، ممكن يكفي وحدها أشهد أن محمد رسول الله، لأنه نص على الرسالة ونص على نبوة النبي ونص على الله الذي أرسله. شفت قد إيه؟ كلها في حتة واحدة. والوقت الوهابية في محاريب مساجدهم ما يكتبش محمد، يكتب الله الله. طب مين اللي عرفك بالله يا غبي إلا محمد؟ فهمت؟ فعلشان كده لازم محراب المسلمين يبقى إيه؟ الله محمد، الله رمز الشهادة الأولى ومحمد رمز الشهادة الثانية، زي محراب مسجد الأشراف اللي فوق أهو شوفوا. إنما محاريب الوهابية يكتبوا الله الله، يعني كأنه بينكر الواسطة، بينكر الرسالة، فمحراب يقول إلى الكفر. فهمت؟ فتاخد بالك من محاربهم، لأن محاريب بدعة. فكل إمام مسجد يصلح الحكاية دي في مسجده، ده مسؤولية كل إمام مسجد. يروح أول ما يستلم المسجد يبص في المحراب، لا الله الله، يجيب واحد يقول له اكتب هنا محمد يا ابني. فهمت؟ أو يكتب الله يكتب تحتها محمد على الجنب ده، والله ويكتب تحتها محمد الجنب التاني. لازم يذكر النبي، لأن الشهادتين هي كده. يبقى مسؤولية كل إمام مسجد أول ما يستلم المسجد يخش يعمل إيه؟ يخش على المحراب يبص عليه، يروح مصلي، لأن هيصلي فيه، وطالما هتصلي فيه بيبين عقيدتك. فهمت؟ حتى بتوع الرخام اللي بيعملوا المحاريب الوقتي بقوا مهابية اللي بجهلهم، يعمل لك المحراب وتيجي يقول لك ساعات انت بتبني جامع، اقول له اه اعمل لي محراب، تيجي تستلم منه كتب لك الله الله، تقول له يا ابني اكتب لي الله محمد، يقول لك ما كلهم بيطلبوها كده يا سعاده البيه، ما ينفعش كده يا سعاده البيه. يبقى حتى الصنايعي لازم يتعلم العقيده السليمه، لان هم افسدوا حتى عقائد الصنايعي البسطاء. فهمت يا استاذ؟ طيب، قل من نبه على ذلك، قل من نبه على ذلك في هذا الزمان، خد بالك. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة بشروطهما وأركانهما على وفق الأمر الإلهي وعطفهما على ما قبلهما تنزيلا لهما منزلته في كون ما فعلهما غاية للقتال وللأمر به إذانا بأنهما أعظم العبادات البدنية والمالية، ومن ثم قدمهما على مقرهما لدخولهما تحت نطاق حق الإسلام بشهادة إحدى روايتي أبي هريرة، فإنه لم يذكرهما فيها لأنهما من حقه، ولم يخصهما في روايته الأخرى، بل قال ويؤمنوا بما جئت به، ولم يذكر الصوم والحج، إما لكونهما لم يفرضا حينئذ، وإما لكونهما لا قتال على تركهما، إذ تارك الصوم يحبس ويمنع المفطر والحج على التراخي. وحتى هنا إجارة، لأن ما قبلها غير ما بعدها، وهي غاية للقتال ومتضمن لمعنى الشرط، فالكف عن قتالهم مشروط بذلك منتف بانتفائه، كأنه قيل إن شهدوا وصلوا وآتوا الزكاة كففت عنهم بشهادة الآية السابقة. فإذا فعلوا ذلك غلب فيه الفعل على القول، إذ الشهادة قول، إلا أن يقال هي عمل اللسان فهو فعل أيضا، أي فإن أتوا بذلك عصموا أي منعوا وحقنوا مني دماءهم، جمع دم، وأصله دمو، دمو بالواو، يعني أصلها الألف دي أصلها واو، بدليل تعرفها منين؟ تجيب المضارع تقول لك يدمو، مش قلت يد ما، يقول يدمو، فتعرف أصلها. فهمت إزاي؟ عايز تعرف الألف أصلها إيه؟ هات الفعل المضارع على طول يبين لك. فهمت إزاي؟ وأموالهم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، استثناء مفرغ من عام، والعصمة متضمنة لنفيه ليصح تفريغ الاستثناء، إذ هو شرطه، أي لا تهدر دماءهم ولا تستباح أموالهم بسبب من الأسباب يا وهابية،
بعد ما ايه استحلوا دم المسلمين علشان لا يعتقدوا ما يظنون انه هو الحق، والحقيقة ان ما يعتقدونه هو الباطل. فقتلوا عشرات الالاف في بداية الدعوة الوهابية دي، قتلوا 30,000 حاج بالرصاص جايين ملبين الى الله. ليه؟ لانهم مشركين في نظرهم. وانظر الى كتاب تاريخ نجد، وموجود طبعة PDF نزلوا من على النت، طبعة PDF تاريخ نجد، عشان تعرف تاريخ الدعوة الوهابية من 250 سنة عملوا ايه. قتلوا مفتي مكة واستحلوا الحرمين، وقتلوا 30,000 حاج، ومنعوا اي حد يحج الا لما يعتقد اعتقادهم، واخد بالك؟ فدول مجرمين. ثم نشأ من بعدهم بقى كل الفرق الضالة اللي بعد كده، فأكلوا من موائدهم، بما فيهم الإخوان المسلمين، عقيدتهم وهابية أصلا من حيث العقيدة، ومسلكهم سياسي لطلب الحكم، فجمعوا مساوي الوهابية وزادوا عليهم. فهمت؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. ولو قرأوا الحاجات دي من زمان وإن هم طلبة، ما كانوش ايه عملوا ده كله، ولا قتلوا المسلمين، ولا عملوا الحاجات دي كلها. لكن قرأوا وما قرأوش. قرأوا سيد قطب اللي قاعد بيقول لك ان بقت جاهليه وارتد وما فيش اسلام على وجه الارض، وقعد واستقر هذا في قلوبهم، واشربوا في قلوبهم ايه؟ عجل سيد قطب. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا يا سيدي. إلا بحقه كفعل الواجبات وترك المنيات فإنها واجبة بحقه، وقد التزمها المسلمون بإسلامهم، فإن فعلوا واجتنبوا بنية صالحة فمؤمنون أو تقية، يعني إيه عملوها بس إيه خوفا، اسمها تقية، وخوفا حقنوا ذلك وعصموه. حتى لو بيعملوها خوف برضو إحنا نعملهم بالظاهر، ملناش دعوة، مش هننقب على قلوبهم. وحسابهم على الله أي إليه تعالى، ما يخفون وما يسترون من عقائدهم، لا ما يظهرون، بل يعاملون بما يقتضي. وحاصله تفويض أمر بواطنهم إليه سبحانه، لأنه الذي يتولى خبايا أسرارهم وخفايا ضمائرهم من إيمان وكفر ونفاق. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أمر أن يحكم بظواهر أفعالهم وأقوالهم، ولفظ على الله حسابهم على الله وإن كانت مشعرة بالإيجاب، يعني حسابهم واجب على الله مثلا، ولا على الله يعني إلى الله، هي بمعنى إلى، لكن حمله المعتزلة على بمعنى واجب عقلي على الله، خلافا لإيه؟ لأهل السنة. وعلى وإن كانت مشعرة بالإجابة فهو على سبيل التشبيه البليغ، أي هو كالواجب عليه تعالى بمقتضى إخباره بوقوع حضرا من الخلف في أخباره تعالى شرعا بمقتضى وعده، فلا يخلف الميعاد. وتكتب فوقيها هنا على الله أي إلى الله، إلى الله. هذا التفسير أوضح مما قاله ابن علان، خلافا لقول المعتزلة بوجوبه عليه عقلا، متفق عليه. ورواه الأربعة على عن أبي هريرة وهو متواتر، كذا في الجامع الصغير للسيوطي، وفي قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، أخرج الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة ومسلم عن جابر ابن عبد الله وابن أبي شيبة في المصنف، عن أبي بكر الصديق وعمر وابن أويس وجرير البجلي والطبراني، عن أنس وسمر بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس وأبي بكر وأبي مالك الأشجعي والبزار، عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. كل دول صحابة رووا الحديث ده، عشان كده ده من جنس المتواتر، واضح؟ وعن أبي عبد الله طارق بالمهملة والراء والقاف ابن أشيم بالشين المعجمة والتحتية بوزن أحمد ابن مسعود الأشجعي الكوفي والد سعد بن طارق وأبي مالك رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله البرقي أربعة أحاديث، أربعة أحاديث. روى عنه مسلم حديثا واحدا. قال العامري في الرياض المستطابة يقال لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وروى عنه الأربعة خلا أبي داود، لكن قال المصنف في التهذيب روى عنه مسلم في صحيح حديثين، ثم رأيت الحافظ المزي ذكر في أطرافه كما قال المصنف، فخرج من أحاديث مسلم عنه حديث الباب، وقال أخرجه مسلم في الإيمان، وحديث آخر ك
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول الله قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني كل واحد يسلم جديد كان النبي يعلمه الدعاء ده، قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وقال أخرجه مسلم وابن ماجه في الدعوات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله أي مع قرينتها محمد رسول الله ففي اكتفاء، تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث قبله، وكفر بما يعبد من دون الله أي أي معبود كان، حرم ماله ودمه بضم راء الفعل ورفع الاسمين بعده، وقول وحسابه على الله جملة مستأنفة مسوقة لبيان تعلق أحكام الشريعة بالظاهر دون ما يخفيه ويسره ذو العقيدة الفاسدة أو يخفيه ذو الأعمال القبيحة فيفوض أمر ذلك إلى المولى سبحانه. رواه مسلم منفردا به عن باقي الكتب الستة. الحديث الثالث والأخير، زق تعبك شوية، مش قاعد بقى في سرك، الراجل ده هيخلصنا امتى؟ ايه ده؟ احنا ايه اللي جابنا الجامع ده؟ بعد كده مش هنمشي في الشارع ده، بطل بقى، بطل ده، بطل الوسوسة دي. وعن ابي معبد بفتح الميم الموحدة، والموحدة الموحدة يعني ايه؟ الباء يعني، لان ليها نقطة واحدة وسكون، ما تقولش بقى الموحدة، ها؟ موحدة هي الباء بتقول لا اله الا الله يعني، ها؟ يبقى الموحدة يعني الباء، ها؟ علشان فيها نقطة واحدة يعني، بفتح الميم والموحدة وسكون العين المهملة بينهما آخره دال مهملة. وقيل كنيته أبو الأسود، وقيل أبو عمرو، حكاها المصنف في تهذيبه، المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة ابن ثمامة ابن مطرود ابن عمرو ابن سعد ابن دهير بفتح الدال المهملة وكسرها، ابن لؤي ابن ثعلبة ابن مالك ابن الشريد بفتح الشين المعجمة ابن هون، وقيل ابن أبي هون ابن فاسن، ويقال ابن قاس، ويقال قائس ابن درنم ابن القين ابن أهود ابن بهز ابن عمرو ابن الحاف ابن قضاع البهراني. ايه ده؟ هيوصلنا الأدم شغلانة العرب أصلهم نسابة، يحبوا الأنساب. ابن قضاع البهراني الكندي الصحابي، فهو المقداد ابن عمرو حقيقة، وإنما قال المصنف كغيره المقداد ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث الزهري فتبناه إليه، يعني اللي رباه الأسود، لكن أبوه اسمه عمرو، فهو سمى المقداد ابن الأسود نسبة للي رباه، لكن اسمه الحقيقي ابن عمرو، أبوه الحقيقي اسمه عمرو، فهمت بقى؟ ويقال المقداد الكندي، ليه الكندي؟ لأنه أصاب دما في بهز، راح هناك قعد في بهز قتله قتيل فهرب منهم، كويس؟ فهرب منهم إلى كندة فحالفهم فسموه الكندي نسبة للحلف يعني، ثم أصاب فيهم دما قتل قتيل هناك، كل ما يروح حتى يقتله قتيل، شغلانة مش سهل، فحالفهم ثم أصاب فيهم دما ثم هرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث فهو بهراني ويقال كندي ويقال زهري، قديم في الإسلام والصحبة من السابقين إلى الإسلام. قال ابن مسعود أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد لمكة ثم هاجر إلى المدينة، يعني له هجرتين، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد لأنه من المغاوير الأبطال الكبار معروفين، يعني يدور على حرب ويظهر فيها، هو طول عمره قاعد يدور على حرب، فين في حرب هنا يروح على طول. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد، ولم يثبت أنه شهد بدرا فارس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، يعني كان الوحيد اللي كان راكب فرس وهو رايح في بدر، والباقيين اللي راكب جمال واللي ماشي على رجليه، لان هم مش رايحين للقتال اصلا مش مستعدين، لكن هو خرج على فارس، ايه هو جاهز على اي حال. وكذا الزبير في قول روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 42 حديثا اتفق على واحد منها، وانفرد مسلم بثلاثة منها، روى عنه من الصحابة علي وابن مسعود وابن عباس واخرون، وجمع كثير من التابعين، توفي بالجرف على 10 أميال من المدينة، وعشان كده كان بينه وبين سيدنا علي صداقة، بيحب الشجعان هو، فلما لقى سيدنا علي شجاع كده فعمل صداقة كبيرة معاه، فكان يحب يقعد في الحتة اللي فيها سيدنا علي، فهمت ازاي؟ الطيور على أشكالها تقع، فهمت؟
وحمل على رقاب الرجال وحمل على رقاب الرجال الى المدينه، يعني توفي بالجرف في مكان بعيد عن المدينه، حملوه على رقابهم عشان يدفنوه في البقيع. وقيل توفي بها في خلافه عثمان سنه 43 وهو ابن 70 سنه، وصلى عليه عثمان واوصى الى الزبير وشهد فتح مصر. ومناقبه كثيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم: امرني الله ان احب اربعه، واخبرني انه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال: علي منهم، يقول ذلك ثلاثا: وابو ذر والمقداد وسلمان. قال الترمذي: حديث حسن. قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت بفتح التاء، اي اخبرني ان لقيت بتاء المتكلم رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب احدى يدي بتشديد الياء، ويدي مثنى اليد مثنى الياء الأولى علامة الجر، والثانية مضاف إليه بالسيف، إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، لاذ بالذال المعجمة، قال المصنف: أي اعتصم، وقال القرطبة: أي استتر، يقال لاذ يلوذ لواذا إذا استتر، والملاذ ما يستتر به أو يستتر به. وفي المصباح: لاذ يلوذ، ومصدره اللواذ بكسر اللام، وقيل بتثليثها، يعني اللواذ أو اللواذ أو اللواذ، غير اللوز. ها، غير اللوز، خد بالك اللوز دي تلاقيها في حلقك جوه. وبين ما تجوز عنه، وبين ما تجوز عنه بقوله ما تجوز عنه بقوله فقال أسلمت، أي التجأ. وبين ما تجوز عنه بقوله، يعني تجوز يعني إيه؟ يعني حاول إن هو إيه يفر منها، من إيه؟ من القتل يعني. فقال أسلمت لله، أي دخلت في الإسلام وتدينت به. وفي دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له لذلك بالإسلام. عشان تعرف اللي يقتلوا المصلين جوه المساجد ويفجروا المسجد جوه في صلاة الجمعة ويقولوا دول كفار، قد إيه هم مخالفين لشرع الله، ويدعوا إن هم مجاهدين، بيجاهد مع الشيطان مش بيجاهد مع إيه؟ مع الله ولا مع رسوله، فاهم؟ وأنه ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد بما يقولون صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. سيدنا خالد دخل على قبيلة قالوا إيه صبأنا صبأنا، يعني تركنا ديننا القديم ودخلنا في دينكم. فسيدنا خالد ما يعرفش صبأنا دي إيه، صبأنا دي، راح قتلهم. ما قالوش أشهد على محمد رسول الله. فلما وصل الخبر لسيدنا رسول الله قال: اللهم إني أبرأ مما فعل خالد، ودفع ديتهم جميعا صلى الله عليه وسلم. طب وليه ما عاقبش سيدنا خالد؟ لأنه كان متأولا، مش فاهم، فتبرأ من فعله وإيه ولامه على هذا، ثم دفع الدية صلى الله عليه وسلم، وقال للخالد: اوعى تعمل كده تاني، مش هطلعك تاني تحارب. سيدنا خالد خاف بعد كده، فاهم؟ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاث مرات، رافعا يدي إلى السماء ثم وداهم، يعني رفع ديتهم. ويحتمل أن يكون قوله هنا فقال أسلمت لله على أنه رواية بالمعنى، وأنه عبر به بعض الرواة عن قوله فقال لا إله إلا الله كما جاء مفسرا كذلك في رواية أخرى، انتهى ملخصا. قاله القرطبي: أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ أي وأحمل ذلك منه على الخشية لا على الحقيقة، يعني أحمل دي إن دي خديعة بيخدعني يعني، ولا أحملها على الحقيقة إنه أسلم فعلا؟ فقال: لا تقتله، لجريان الأحكام الشرعية على مقتضى الظاهر. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك متعوذا به من القتل بعدما قطعها. فقال: لا تقتله. ثم قال مبينا حكمه إن قتل القائل الكلمة المذكورة، فإن قتلته أي بعد نطقه بذلك فإنه بعد الإتيان بكلمة الشهادة بمنزلتك من عصمة الدم والحكم بإسلامه قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته في إهدار الدم قبل أن يقول كلمته التي قال بحذف العائد، أي قالها،
أي فتصير غير معصوم الدم ولا يحرم القتل بعد قتلك له. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك وما فسرت به الحديث تبعا للمصنف كما يأتي هو ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهم. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بمنزلتك لكن ما يحكمش بقتله؟ ليه؟ لأنه متأول مش فاهم، فيدفع الدية وما يقتلوش، يعني لا يقتص منه لكن ياخد منه الدية. فهمت؟ كما يأتي هو ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما. وقال المصنف إنه أحسن ما قيل فيه وأظهره، وقيل إنه بمنزلته في إخفاء الإيمان، أي إنه ممن كان يخفي إيمانه بين الكفار، وأخرج مكرها كما كنت أنت بمكة إذ كنت تخفي إيمانك. قال القرطبي: ويعضد أو يعضد هذا التأويل بما زاده البخاري في هذا الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه تقتله، كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة. انتهى. وقال القاضي: وقيل معنى إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. قال القرطبي: قول وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ظاهر في الكفر، وليس ذلك بصحيح، لأنه إنما قتله متأولا. يعني إيه؟ يعني متأول يعني إيه؟ يعني ليس فاهما للحكم، متأولا بقاءه على كفره ولا يكون كبيرا، وإذا لم يكن كبيرا لم يصح لأحد. وإن كان ممن يكفر بالكبائر أن يقول هذا كفر بوجه، فدل ذلك على أنه متأول، متفق عليه. أخرجه البخاري في المغازي ومسلم في الإيمان، ورواه أبو داود في الجهاد والنسائي في السير. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلتي أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلتي في الكفر، والله أعلم، أي بما تقدم عن القرطبي من تأويله وعدم قصد المعصية. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك ومثل كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك وسلام على المرسلين رب العالمين.